الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأحباء، أهلا بحضراتكم فيديو جديد. في عام 67 تعرضت مصر لهزيمة عسكرية نقراء، هزيمة عسكرية كانت قاسية جدا، وبفضل الله تعالى وبتضحية أبناء هذا الوطن العظيم استطاعت مصر أن تسترد أرضها المسلوبة وأن تطهرها من دنس العدو المغتصب في أكتوبر المجيد، أكتوبر 73. ولكن بعد وقوع هزيمة يونيو 67 اللي عرفت باسم النكسة، الموضوع ده كان له تداعيات خطيرة جدا 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 على الوطن، على مصر وعلى شعبها، وأنشطة كتير وأشياء كتير جدا تأثرت بشكل سلبي غير مسبوق بسبب هذه الهزيمة العسكرية أو بسبب النكسة. من ضمن الأنشطة اللي تأثرت بشكل كبير جدا بعد هزيمة يونيو هو نشاط السينما أو الفن بشكل عام. النشاط الفني بشكل عام تأثر بشكل كبير جدا، زيه زي حاجات كتير جدا تأثرت بهذه الهزيمة، وتقريبا منع العمل في الفن في هذه الفترة أو في أعقاب الهزيمة. يمكن الموضوع اتفتح شوية على استحياء بعد كده، يعني ببضع سنوات او بسنوات قليلة، ولكن في اعقاب الهزيمة الموضوع ده كان ممنوع تماما، ما كانش فيه اي نشاط فني على الاطلاق. طيب الفنانين اللي هم كانوا شغالين بقى، ومنهم نجوم كبار وملء السمع والبصر وشهرة واضواء وفلوس والكلام ده كله، فجأة لقوا نفسهم مصدر اكل عيشهم ما بقاش موجود. يعني الهزيمة وقعت والبلد في حالة سيئة جدا، وزي ما قلت تداعياتها خطيرة جدا على كافة المستويات، وبالتالي الفنانين دول فجأة لقوا نفسهم من غير شغل. في بعض الفنانين ضعفوا أمام هذه الموجة العاتية، الموجة قوية جدا، في فنانين يعني أصيبوا بحالة من الضعف أمامها. مين اللي فتحت لهم دراعها بقى عشان يروحوا ويمثلوا هناك او يعملوا بقى الاعمال الفنية ان صح التعبير هناك؟ لبنان. لبنان هي اللي فتحت يعني ذراعيها على مصراعيهما للفنانين المصريين عشان خاطر يروحوا ويفنوا هناك، يقدموا بقى اعمال فنية هناك. فعدد كبير جدا، ومنهم مش بس يعني نجوم صف تاني او تالت، لا ده منهم نجوم صف اول كثيرين واسماء كبيرة ومعروفة، راحوا للبنان عشان خاطر يعني يقدموا اعمال فنية هناك، وبغض النظر عن مستواها، ويقدروا ان هم يعيشوا دي عشان خاطر حاجات او مستلزمات المعيشة. يعني ذهاب الفنانين المصريين في اعقاب هزيمة يونيو وتوقف الحركة الفنية في مصر تماما الى لبنان كان بغرض السبوبة، هم كانوا عاوزين فلوس عشان يقدروا يعيشوا. يعني مش مهم ان هم يقدموا فن ويوافقوا على ده ويرفضوا ده، ولكن هم كانوا رايحين لبنان عشان خاطر يعملوا فلوس بس، مش اكتر من كده. زي ما انا قلت في اسماء كتير جدا راحت، ومن ضمن الاسماء اللي راحت كان الفنان نور الشريف، وطبعا كان يعتبر في بداياته نور الشريف، لكن كان برضو اسمه كان لامع شوية او كان بدأ يتعرف او اتعرف للناس. نور الشريف لما تم استضافته واتكلم على هذه المرحلة تحدث عنها بكل السوء، يعني قال ان دي اسوأ مرحلة في تاريخه كله او في حياته، ان هو بيود لو يعني تمحى بشكل كامل من حياته. ليه؟ لان الفنانين اللي راحوا لبنان في اعقاب الهزيمة عشان خاطر يعملوا اعمال يطلق عليها عبثا او بين قوسين فنية، وهي ليست لها علاقة بالاعمال الفنية، ولكن الذهاب للبنان كان بغرض المصلحة والسبوبة واكل العيش والكلام ده كله، كلهم بلا استثناء عملوا اعمال في منتهى التدني، اعمال اقرب الى الاعمال الخلاعية، يعني اعمال مستواها متدني جدا من حيث الصنعة، لا في قصة ولا في اي حاجة، وكلها بتعتمد على اثارة الغرائز والحاجات دي كلها، يعني كانت اشياء سيئة جدا. كانوا عملوا اعمال يعني لغاية النهاردة كثير منها ممنوع من العرض، يمكن كلها ممنوع من العرض. الفترة اللي الفنانين المصريين راحوا لبنان ومثلوا فيها كل الاعمال اللي اتعملت في لبنان دي تقريبا ممنوع من العرض نظرا لما تحتويه من اشياء في منتهى السفالة.
لكن هم عملوا كده طبعا اللي ضعف، انا بقول مش كل الناس راحت، ولكن اللي ضعفوا امام الحاجة للمال بعد الشهرة والفلوس والكلام ده كله، فجأة الدنيا باظت بعد الهزيمة وكل حاجة وقعت، فهم راحوا للبنان عشان خاطر يقدروا ان هم يعيشوا، عشان يجيبوا فلوس، عشان يجيبوا فلوس، وانا بأكد على دي، مش عشان يقدموا فن، هم عارفين كده. اتعمل اللي اتعمل هناك، وزي ما قلت الفنان نور الشريف لما تم استضافته قال ان دي اسوأ فترة او اسوأ مرحلة في حياته، اسوأ مرحلة حرفيا في حياته، ان هو نفسه ينسفها نسف كده وتتمسح خالص من تاريخه، ولكنه عاد وصحح مساره الفني في يعني اواخر السبعينات بقى والثمانينات والكلام ده كله، وبدأ يعمل اعمال يعني مهمة وأعمال كويسة وأعمال تحسب له، بحيث إن هو عاوز يبني لنفسه تاريخ هو وغيره. اللي فاقوا من هذه الكبوة وفاقوا من هذه الغيبوبة قدروا إن هم يرجعوا مرة تانية عشان يعملوا لنفسهم تاريخ. القصة مش كلها فلوس، ولكن هم حابين إن يكون في إرث فني لهم، يعني ميراث فني لهم الناس تذكرهم من خلاله بالخير، يقولوا اه ده عمل كويس جدا، غير مسار حاجة، ارسى مبدأ لحاجة، مش عارف ايه. القصة مش كلها فلوس في فلوس، او كلها اسفاف في اسفاف. ده اللي حصل في لبنان، ده اللي حصل في لبنان في اعقاب هزيمة 67. الناس اللي راحت هناك قدمت اسفاف حرفيا، وهم عارفين كده، والجمهور عارف كده، الكل عارف كده. ولكن الفرق بقى ما بين الناس اللي راحت لبنان بعد 67 وقدموا الاسفاف ده هناك، واللي بيقدموا الاسفاف النهاردة، ان اللي قدموا الاسفاف بعد 67، الجيل اللي هو راح بعد 67 بعد الهزيمة، اعترفوا ان هم ما كانوش بيقدموا فن، وان هم كانوا بيقدموا اي كلام، وان القصة كلها سبوبة وفلوس، وان هم كانوا رايحين عشان خاطر يعني يعملوا اي كلام في اي كلام ويكسبوا. نور الشريف في سياق الحديث اللي انا حدثت او قلت لحضراتكم عليه، قال ان هم كانوا بيعملوا فيلمين او ثلاث افلام في الاسبوع. يعني انتم متخيلين يا جماعة ان الفيلم ممكن ياخد له يومين وربع؟ ده فيلم ايه ده اللي يتعمل في يومين وربع؟ ده انا اقول لو فيلم ايه ده، لو فيلم ما فيهوش حاجة، لو فيلم خام ابيض، مش هياخد له، هياخد اكتر من يومين وربع. فتخيلوا بقى مستوى الافلام دي كان عامل ازاي، ده ان صح تسميتها بافلام. وقال اللي احنا لما كنا بنصور وبنخلص اي كلام في اي كلام، سمك لبن تمر هندي، كنا بنعرفش الافلام دي هتتعرض فين ولا امتى ولا ازاي. هو بيقبض وخلاص، يعمل اي حاجة ويقبض فلوس وخلاص. ولكن زي ما انا قلت ان الناس دي حتى لو كانوا ارتكبوا اخطاء، ربنا يسامحهم بقى، او ربنا سبحانه وتعالى يحاسبهم او يسامحهم عليها سبحانه وتعالى. طبعا احنا نقدرش نتكلم بقى في جزئية زي كده، الامر يعني اوله واخره لله عز وجل. ولكن الناس دي زي ما انا قلت لحضراتكم، لما راحوا قدموا هذا الاسفاف وقدموا هذه الاعمال المتدنيه، ده ان صح تثبيتها باعمال، وزي ما انا قلت ان هي كلها او اغلبها كانت اعمال يعني بتحمل في طياتها اشياء غير محترمه، يعني عشان بس ننتقي الالفاظ يعني، واغلبها او كلها ممنوعه من العرض الى الان. هم بنفسهم قالوا ان الفتره دي اسوأ فتره، وان الفتره دي هم غير راضيين على اللي قدموه. ناس كتير غير نور الشريف طلعوا وقالوا هذا الكلام، منهم كان عزة العلايلي رحمه الله عليه، رحمه الله على الجميع يعني، وبرضه قالوا ان هم قدموا اسفاف في هذه الفتره، وان هم ما كانوش عاوزين يعني الفتره دي عاوزينها تتمسح من حياتهم، وان هم ما كانوش بيقدموا فن، ولكن هم عملوا كده من اجل المال. فهم طلعوا كانوا صرحاء مع انفسهم ومع الناس، يعني عشان ما يطلعش واحد بقى بيقدم اسفاف وبيقدم اوانطة واي كلام في اي كلام، ولا انا بقدم فن، لا، اللي قدموا اسفاف طلعوا قالوا يا جماعة احنا رحنا لبنان ورحنا وتفرقنا كده، في ناس راحت تركيا وناس راحت هنا وناس راحت هنا، وعملوا افلام زي ما قلت لكم وحشة جدا، وقالوا ان احنا قدمنا هذه الافلام يا جماعة، وكان فيها كمية اسفاف او افلام او اشياء ما تعتبرش اعمال فنية، واللي عملناها من اجل المال. ما قالوش بقى ان ده فن خالص، بالعكس هم نفسهم انتقدوا نفسهم وانتقدوا هذه الفترة وانتقدوا الاعمال اللي هم عملوها، وقالوا ان دي لا تعد اعمال فنية على الاطلاق. فهنا هم كانوا متسقين مع انفسهم، مصادقين مع انفسهم، مصادقين مع الجمهور. ولكن لما ناخد بقى المشهد ده، المشهد ده كله اللي انا رغيت فيه كتير وقدمته لحضراتكم ده، ونسخته على اللي حصل
في موسم الرياض مع كامل احترامي للاشخاص، ونلاقي ان الفنان يعني اللي انا شايفه ان هو كوميديان ممتاز، الفنان بيومي فؤاد، الفنان بيومي فؤاد كوميديان. انا شخصيا زي ما انا قلت وكتبت في هذا الكلام وقلت في رديت في التعليقات وفي الفيديوهات السابقه ان انا شخصيا بستمتع بمشاهده هذا الراجل، دمه خفيف جدا، راجل كاريزمته كويسه جدا، ولكن انا بتكلم على الاعمال اللي بيأديها، الاعمال اللي بيأديها كلها اعمال متدنيه ودون المستوى ولا ترقى لمرتبه انها تكون اعمال فنيه. فلما الفنان بيومي فؤاد قلنا خدنا ناخد المشهد بتاع الفنانين بتوع 67 دول ونشوف هم قالوا ايه، قالوا احنا ما بنقدمش فن واللي احنا عملناه كله اسفاف اسفاف عشان خاطر الفلوس، فهنا في وضوح وصراحه. ولكن لما انا اقدم اشياء مسفه او اشياء دون المستوى واطلع اقول عليها فن، فيبقى هنا لابد وان تكون هناك وقفه بقى، لازم تكون في وقفه، لازم تكون في وقفه، وقفه حازمه. اطلع وقول اللي انا جاي عشان الفلوس، لكن تطلع تقول اللي انا بقدم فن وهو ليس بفن على الاطلاق، وتطلع تقول اللي انا مش جاي عشان الفلوس، لا انت بتقدم فن ورايح عشان الفلوس، يعني انت بتكذب في كل الاحوال. اللي انت بتقدمه ده اسمه فن، وانت مش رايح عشان خاطر الفن وعشان الكلام ده كله، ده انت رايح عشان تقبض الفلوس، وده امر زي ما انا قلت لا يشين احد. يعني اللي انت تروح وتشتغل وتاخد مقابل لشغلك ماشي، ولكن الموقف اللي عمله محمد سلام خلى الناس دي والله اعلم يعني تشعر بالتقذب كده، يشعروا ان هم صغيرين قوي، يشعروا ان هم عشان كده الموضوع لانه كان حارقهم قوي. طلع الفنان بيومي وذكر محمد سلام زي ما احنا اتكلمنا في الجزئيه، بس عشان ما نفتحش ايه في الموضوع، انا مش جاي اناقش القصه دي لانها قتلت كلاما وقتلت بحثا، ولكن انا بحط قدام حضراتكم مشهدين ناس عملت اسفاف في اعقاب الهزيمه عشان خاطر المام ياكلوا ويشربوا والكلام ده كله، وقالوا ايوه احنا عملنا اسفاف والاعمال دي اعمال سيئه وان دي حقبه سيئه واحنا عاوزين نمسحها من تاريخنا، واللي احنا عملنا كده يا جماعه متاسفين عشان خاطر الفلوس. فدول كانوا صادقين حتى لو كانوا غلطوا، ولكن نقول لهم شكرا اللي انتوا قلتوا هذا الكلام وحسابكم بقى عند ربنا. ولكن اللي انا اطلع اقدم اسفاف وانا عارف ان انا بقدم اسفاف وبقدم اشياء ملهاش اي 30 لازمه في الحياه، حاجه كده كغثاء السيل، واطلع اقول ده فن وانفعل واتشنج واعمل ومش عارف ايه، واكذب مره تانيه واقول اللي انا جاي هنا مش عشان الفلوس وانا رايح اصلا 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 عشان خاطر الفلوس، يبقى في هذه الحاله في كذب بيمارس على الناس، وكذب اهبل، كذب اهطل، مش كذب حتى يعني بيقولوا ايه؟ يعني كذب مساوي ولا صدق منعكش، يعني انت حتى الكذب منعكش، يعني حتى الكذب بتاعك مش مساوي، يعني مش مساوي بعضه، فبالتالي مستحيل عقلي ان هو يستوعب. وحبيت بس ان انا اقول لحضراتكم الفرق بين موسم الرياض وموسم لبنان اللي جه في اعقاب هزيمه 67، وشفنا الفرق ما بين الناس اللي راحوا هنا والناس اللي راحوا هنا. اتمنى حضراتكم تكتبوا لي في التعليقات ايه رايكم في هذا الكلام، ونتمنى ان شاء الله ان الامور يعني ربنا يصلح الاحوال للجميع، ونتمنى ان يكون في صدق في التعامل مع الجمهور. ما ينفعش اللي انتوا تتعاملوا معانا، ورسالتي طبعا للي كانوا موجودين في موسم الرياض او غير موسم الرياض اللي هم بيروحوا بيمارسوا اعمال فنيه متدنيه من اجل المال، وبعد كده يقولوا احنا بنعمل كده عشان الفن وعشان خاطر مش عشان الفلوس، لا انتوا بتعملوا كده لا في فن وبتعملوا كده عشان فلوس، فارجوكم بلاش تكذبوا عليه لان احنا كاشفينكم قوي. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.